تلقى نجرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان لها أن الجانبين تباحثا في أحدث تطورات وانتصارات قوات الجيش العراقي والبيشمركة على عناصر داعش في المنطقة وخطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وأضاف البيان أن البارزاني وبومبيو تطرقا إلى مطالب المواطنين العراقيين التي طرحوها في التظاهرات الأخيرة، وأكد ضرورة تلبية تلك المطالب وتوفير حياة أفضل للمواطنين.